أهم المضاعفات اللي ممكن تجي لو تطور موضوع اللي هو إصابات العين، لما يكون في وردية عندنا في العين طبعا يكون في احمرار، في حيضطر يحكها، حتكون مؤلمة، حتكون متضخمة العين، فهذا الشيء نفس الشيء حيضيف من المشاكل، حيضيف إلى مشاكل المريض، حيجعله يعني يبحث عن أي علاج، وهنا تكون المشكلة لأنه هذا مرض مزمن. طيب أنا كيف أفرق بين مثلا مرض الوردية مثل ما شفت في البداية يطلع على شكل شعيرات وحبوب وبثور ومثل ما شفنا يمكن بالصور، كيف المريض يفرق يا دكتور بين مرض الوردية ولا حب شباب ولا أكزيما ولا صدفية ولا مرض جلدي، يعني أي نوع من الأمراض الجلدية؟ طبعا هنا تجي خبرة الطبيب المعالج. فالطبيب يستطيع في الغالب أنه من فحص المريض مريض الوردية أنه والله يصل إلى التشخيص، بالإضافة إلى أخذ معلومات الإضافية، المهيجات، العوامل الوراثية والعوامل البيئية والوظيفية، يستطيع أن يوصل بإذن الله. لو والله كانت الحالة مثل ما تفضلت في البداية أنه والله كان المريض من ذوي البشرة السمراء، لو كان والله المرض في بداياته، أو أنه المريض استخدم علاجات أخرى فتغيرت صورة العلاج، في بعض الأحيان نلجأ إلى أخذ العينة من الجلد، وموضوع العينة موضوع بسيط، مجرد أنه عبارة عن نضع مخدر موضعي على مكان الإصابة الجلدية، وناخذ عندنا أداة خاصة أخذ العينة، تقريبا العينة حجمها 3 ملم. عينة بمعنى إيش؟ تأخذوا إيش؟ عينة من الجلد، عينة من الجلد، قطعة بسيطة من الجلد تكون تقريبا قطرها 3 ملم، يعني جدا لا تبان.